الجائزة مبلغها $1.5 مليون، راح تحفز الجامعات ومراكز الأبحاث والحاضنات على تقديم أبحاث في مجال الأمن الإلكتروني. راح تشكل لجنة عالمية من خبراء عالميين لتقييم الفائزين. المعايير راح إن شاء الله تكون على مستوى عالمي. شراكتنا نحن كجامعة خليفة في الجائزة هو تشجيع أيضا العنصر البشري المحلي في المشاركة في الجائزة، وأيضا وضع المعايير بحكم وجود أكاديميين مختصين في هذا المجال في الجامعة. I'm excited to be here in launching the Cybersecurity Research Award, which is focused towards removing the security vulnerabilities in the smart cities. We're very excited to be collaborating with Khalifa University, launching this event, and it will be part of the Cyber Week event in October 2019.